النهارده بقول للشعب المصري كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. والنهارده احنا في الفندق بنحتفل بالعيد. النهارده عاملين المولد بتاع السبعينات بتاع زمان، بنفكر كل المصريين بالاعياد بتاعتنا زمان وقد ايه كانت شيقه. وجبنا كل الالعاب، المراجيح والحصنه والمراجيح القالب والرسم على الوشوش، طبعا كمان جايبين بتاع الذره والبطاطا وعاملين السميت والبيض والجبنه وكل الاكلات المصريه. النهارده كمان عاملين البوفيهات كلها اكل مصري 100%، كل الاكلات المصريه، المحشي والفته والضاني. وكمان النهارده عاملين ستيشن المشروبات في العرق سوس والسوبيا والتمر هندي والذره المشوي، كل الفلكلور كمان الشرقي، التنوره والبيلي دانسر. وزي ما احنا شايفين المولد فيه كل حاجه، الاجانب كمان معانا مبسوطين جدا وبيشوفوا الفلكلور بتاعنا وقد ايه احنا كنا بنحتفل بالعيد وقد ايه بهجه العيد كانت موجوده وباينه. والنهارده نقدر نشوفها في وش كل الناس وكل الزباين الاجانب الموجودين من كل الجنسيات، الالماني والانجليزي والفرنساوي والبلجيكي والهولندي والتشيكي، كل الجنسيات الموجوده النهارده بتشترك ومبسوطين جدا وبيركبوا المراجيح وبيلعبوا مع الالعاب الاكروبات والساحر الموجود.